كاف خيم بيما كطان اسمي مبروفي تيكون خيم بي ما شمتين بخريستو صانيس تيك نكرون وديع في القرب كالأخبار النبوية وفي اليوم الثالث المسيح قام من الأموات إسرائيل 40 سنة في البرية وعطاهم المن ليأكلوا خبز الملائكة أعطوه خلا مرا وبدل الخيران جعلوا إكليل شوك على رأسه كفنا ووديعا في القبر الكائن خارج المدينة وقالوا بجهلهم إن هذا لا يستطيع أن يقوم بعد